إلى السودان واستمرار الاحتجاجات المطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي على وقع اشتباكات قبلية في دارفور، حيث يتصاعد الحراك الشعبي ضد الانقلاب في السودان بعد إعلان قطاعات اجتماعية دعمها للاحتجاجات الشعبية. هيئات نسائية نفذت وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم للمطالبة بعودة المسار الديمقراطي في البلاد، وانتقدت تلك الهيئات موقف بعض المنظمات الأممية بسبب دعمها للانقلاب العسكري والاتفاق السياسي الموقع بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والفريق أول عبد الفتاح البرهان. كما أعلنت أيضا اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة عن مسيرة رافضة للانقلاب. من جهته اتهم البرهان سفراء ودبلوماسيين لم يسمهم بالقيام بتحركات مشبوهة وبتحريض السودانيين، كما أكد دعمه لرئيس الحكومة عبد الله حمدوك. في سياق آخر، تستمر حالة التوتر في ولاية غرب دارفور بعد اشتباكات قبلية اندلعت يوم السبت الماضي. لجنة أطباء السودان أعلنت عن ارتفاع عدد قتل الاشتباكات إلى 88 قتيلاً مع تسجيل عشرات الجرحى. لم تتضح بعد أسباب وقوع الاقتتال، إلا أن مناطق عديدة في دارفور تشهد من آن لآخر اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي. معي للحديث حول هذا الموضوع الباحث والمحلل السياسي السوداني أستاذ علي محجوب. أهلا بك أستاذ علي. بداية، حول المظاهرات والاحتجاجات المتواصلة في السودان، إلى أي مدى يمكن أن نقول أن هناك موقف لهؤلاء المحتجين من هذا الانقلاب، وما هي رؤية هؤلاء فعلا لمواجهة الانقلاب؟ هل فقط النزول للشارع والاحتكام إلى الجماهير؟ سيد محجوب، أعيد سؤالي مرة أخرى أستاذ محجوب. تواصل هذه المظاهرات والاحتجاجات التي أصبحت الآن شبه أسبوعية في السودان احتجاجاً على الانقلاب العسكري وعلى الاتفاق السياسي الذي أبرم بين البرهان وعبد الله حمدوك، الذين يعترضون على الانقلاب، سؤالي أستاذ علي محجوب، هل أصبح خيارهم لمواجهة هذا الانقلاب والاتفاق السياسي فقط الاحتكام للشارع؟ أول شيء شكرا للاستضافة وتحية لشعبنا ولمستمعيك الكرام. لا أعتقد أن هنالك أي خيار آخر الآن، لأنه اللجنة الأمنية بانقلابها تصير على تثبيت هذا الانقلاب، والشعب السوداني أو الشارع السوداني عموما ليس له خيارات غير الاستمرار في هذا الاتجاه بتاع التظاهر والخيارات الأخرى التي سوف تقود لإنهاء هذا الانقلاب، اللي هي الخيارات الأخرى الخروج ببرنامج عمل واضح للفترة القادمة، والإضراب السياسي والعصيان المدني كامل الذي يشل كل حركة الدولة، ومع أنه الآن هي يعني غير موجودة بشكل مباشر، لأنه كل الحكومة المدنية لم يتم تكوينها بعد، والشعب السوداني مصير على انه لا خيار غير ابعاد الجيش تماما من الساحه السياسيه والقيام بتحول ديمقراطي كامل وقيام حكومه مدنيه طيب. كامله. الان هذا المسار الى اي مدى يمكن ان تستمر فيه الجهات التي اعلنت رفضها للانقلاب؟ اسمح لي ان اسال السؤال لنائب رئيس تحالف نهضه السودان رئيس حزب الامه الوطني استاذ عبد الله مسار. استاذ عبد الله مسار، اهلا بك. هذه الاحتجاجات الى اي مدى ترى بانها تؤثر على السلطات، تؤثر على البرهان، وهل فعلا تبدو هذه الاحتجاجات شبه الأسبوعية وكأن السلطات السودانية قد تعودت عليها ويمكن أن تتكيف وتتعايش معها؟ هي احتجاجات محدودة أولا، وهي في أحياء محددة في الخرطوم، وأقرب الشعب السوداني ليس مع هذه الاحتجاجات. شعب السودان 40 مليون، ليس 1000 ولا 2000 ولا 5000 ولا الاحتياجات هي مصنوعه، ليست احتياجات حقيقيه. اولا، التحول الديمقراطي لا يتم في فتره انتقاليه، فتره انتقاليه فتره شراكه بين احزاب سياسيه وبين العسكر وبين مجتمع السودان. التحول الديمقراطي يتم في الانتخابات، اي بعد فتره انتقاليه في
في بعد سنة ونص. أي زول عنده مشكلة ينتظر الانتخابات، يدخل الانتخابات ويجيب أغلبية ويأخذ يحكم الانتخابات. لكن الآن الفترة فترة انتقالية تحكم ظروف محددة وفق إجراءات محددة، وهي شراكة بمكونات مختلفة. إذن الأمر ليس أمر مجموعة. ولكن هذه الاحتجاجات لا تعبر فقط عن قطاعات سياسية، الآن هناك حتى قطاع النساء دخل في هذه الاحتجاجات، ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا دخلوا على خط الاحتجاجات. يا أخي صناعة سياسية نحن على ما نعلم، هذا الأمر محدود. أنا بقول لك محدود لأنه السودان فيه 18 ولاية، في 40 مليون الذي يدور الآن مجموعة أربعة أحزاب أو ثلاثة أحزاب عاوزة تعقب فترة الانتقالية، لأنه ما عندها حظ في فترة الانتخابات. إذا عاوزة الانتخابات خليها تجهز الانتخابات، ما عندها، عمرها ما جابت مقعد، 65 سنة لم تحصل على مقعد بالانتخابات في النظام الديمقراطي إلا الحزب الشيوعي كان عنده ثلاثة أحزاب، الباقي ما كان معروفين لك عندهم عاد. ولذلك القضية كلها داري لهم فترة انتقالية عشان يمكنوا رقبتهم من إمكانات الدولة عشان يشتغلوا الفترة اللي ما بعد الانتقالية. خلينا نمشي للانتخابات الآن. طيب، نطالب بانتخابات عاجلة كمان. ما رأيك أستاذ علي محجوب، هل فعلا من توجهوا إلى الشارع هم الذين لا يضمنون أن يكون لهم أي تمثيل إذا جرت انتخابات نزيهة وشفافة وعادلة؟ أولا دعاة الدكتاتوريات عودونا على هذه الحالة من النكران بأن ما هو في الشارع الآن هي مطالب حقيقية تخص الشارع السوداني عموما والشعب السوداني عموما. التعبير عن أن هناك 40 مليون هؤلاء الذين يكونون في الشارع لا يمثلون الشعب السوداني، وهذه مغالطات لا نريد الدخول فيها، لأن حتى هم الذين يدعمون الدكتاتوريات كم عددهم وماذا يمثلون وأين صوتهم في الشارع؟ لأنه ما يقيم الآن في الشارع السوداني هو يمثل طموحات الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي الكامل الذي يبعد كل شبح الإشكاليات. ولكن أستاذ علي محجوب، لا يمكن أن تنكر بأن هناك طيف معين من الأحزاب السياسية الرافضة للتعامل مع البرهان، يعني لا يمكن إنكار بأن معظمها أحزاب يسارية وأحزاب قومية. القضية ليست قضية أحزاب، ونحن نعلم تماما أن الديمقراطية عمادها الأحزاب السياسية، ليس هناك ديمقراطية من غير أحزاب سياسية. وهنالك ما يتم الآن الذي يتم التنسيق عبر ليان المقاومة، وهذه هي ممثلين للشعب السوداني في كل أحياء المدن والأرياف. والديمقراطية التي يتبقون عنها والذين يدعون إليها ويطلبون الناس الدخول في الانتخابات، الانتخابات لها استحقاقات محددة، وهذه الاستحقاقات لما لم تتم وفق هذه الفترة الانتقالية التي تؤسس لها طيب فترة ديمقراطية انتخابات عاجلة وبضمانات دولية لأن تكون شفافة ونزيهة، ألا يرضيكم هذا؟ الشعب السوداني خبر هذه الطروحات التي يطلقونها دائما، وعرفنا خلال الثلاثين عام الماضية كيف كانت تتم تزييف هذه الانتخابات، وكيف كان يتم صرف ما هو منهوب من الشعب السوداني لتسخيره لهذه الانتخابات. طيب، التي لا تمثل. أستاذ عبد الله مسار، ما رأيك يعني هل تعتقد بأن هناك حل وسط يمكن أن يدعم الانتقال السياسي ويقنع هؤلاء الرافضين الذين يذهبون للشارع، يقنعهم بأن ينخرطوا في المسار السياسي؟ يا أخي أنا ما عاوز أدخل في المغالطات. هذه الأحزاب التي يتحدث عنها الأخ علي محجوب 65 سنة ما جابت غير ثلاثة مقاعد في البرلمان. أنا اليوم أدعو لانتخابات ويشرف على العالم، اليوم يشرف على العالم. هم بحبوا الخواجات، خليه الخواجات يشرف على هذه الانتخابات ونجري انتخابات حرة ونزيهة. لو نال في الشارع خمسة مقاعد من البرلمان يكون نالوا ما لا نالوا في تاريخهم كله. هذا هؤلاء عاوزين يكرسوا السلطة باسم الثورة، يكرر السلطة في ثلاثة أربع أحيان في الخرطوم. الآن وكلاء الوزارة الذي تعينوا 18 من داخل الخرطوم، من عشرين وكيل، 18 من داخل أحيان في الخرطوم. الحكومة الفاتت ثلاثة أرباع من داخل الخرطوم، عاوزين يحكموا مجموعة معينة عاوزة تحكم الشعب السوداني باسم الثورة. هذا الكلام غير صحيح، لن يتم. البرهان عمل ثورة تصحيحية فقط، ما رجع المزلة. أحزاب محدودة عاوزة تستلم السلطة وتحتكرها وتتكلم باسم الثورة وما الثورة. انتخابات، عاوزين انتخابات حرة ونزيهة. اليوم خليه يشرف على العالم،
خليه يجيبوا الدارين من مراقبين هما. نحن ما عندنا مانع عاوزين انتخابات عشان نمرق من حكم الخرطوم وشل حكم بري وحكم جبرة وحكم العباسية وحكم أربعة خمسة أحياء، لازم نطلع منه. طيب، ولكن هناك من يرى بأن السلطة الحالية فاشلة، اندلاع الاشتباكات القبلية مثلا بدارفور، أليس مظهرا من مظاهر فشل السلطة الحالية؟ يا أخي كانت الحكم السلطة الحاكمة كان أضراب المينا، المينا كان مضرب، الخرطوم كلها كانت واقفة، مما قامت من 18 ديسمبر لم يستغر السودان، لأنه ما في حكام ما طلعوا، لا بشوفهم في كري، لا بشوفهم في كري، لا في مسجد، لا بتشوفهم في شارع، لا تعرف عنهم حاجة، هؤلاء حكام مجهولين جميع الخارج، ما في ذول عارفهم. أستاذ علي محجوب، إذا انتقلنا لاشتباكات دارفور، هل تربط بينها وبين المسار الحالي الذي عبد الله حمدوك انخرط به مع عبد الفتاح البرهان؟ هل هناك أي رابط؟ حتى الدعوة للانتخابات المبكرة ولا غيره، هذا هو الزيف الحقيقي لإرادة الشعب السوداني. ما يحدث الآن في دارفور يثبت فشل هذه الحكومة لإنقلاب، لأنه اللجنة الأمنية التي عينها البشير هي السبب الأساسي الذي قاد إلى هذه الأحوال. وسلام جوبا أصبح الآن في خبر كان، لأنه ما يحدث الآن في دارفور وما يحدث في جبال النوبة وما يحدث في شرق السودان ده جزء من الأطروحات التي كان يدعمون بها هذا الانقلاب الموجود. فكيف يتحدثون يعني بدون حياة، يتحدثون عن انتخابات حرة ونزيهة؟ ما تم في 2015 الانتخابات التي سماها الشعب السوداني انتخابات الخج، هذا هو التلاعب الأساسي الذي يدعون إليه ويحاولون أن يخدعون الشعب السوداني، ولكن الشعب السوداني بهذه الثورة، ثورة الوعي، يعلم تماما مسار هذا كان يربيب للإنقاذ كل الفترة السابقة، والآن يحاول يتباكى حول أنهم يملكون المال ويملكون الفساد ويملكون كل المقومات التي تدعو إلى انتخابات، ولكن هي تزييف لإرادة الشعب السوداني. شكرا لك. الشعب السوداني يعي تماما أنه يدعو إلى ديمقراطية حقيقية وإلى تحول ديمقراطي كامل وإلى حكومة مدنية تحتكم للقانون وتحتكم لإرادة. وصلت الفكرة أستاذ علي محجوب، الباحث والمحلل السياسي السوداني.